السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة Accredited Laboratory. والنهاردة إن شاء الله المحاضرة الثالثة من كورس Method Validation and Verification. هنبدأ نتكلم النهاردة على Method Performance Parameters، وهنتكلم من Guideline ده اللي هو As in EuroChem Guideline 2014 Edition. هو ده Guideline اللي هنستخدمه في الكورس بتاعنا. بداية كده بنقول أول حاجة خالص Confirmation of Identity. How to confirm that the result you got is related to your target analyte, not any other interfering elements. يبقى حضرتك عندك طريقة معينة بتستخدمها في تحليل target analytes من matrix معين، عايز تستخلص التارجت analytes دي من الماتريكس بتاعتك دي، وبعد كده بتحقنها على الجهاز بيطلع لك بيك. as example يعني لو انت chromatographic بيطلع لك بيك، فالبيك ده عايز تثبت ان هو ده خاص بالتارجت انالايت بتاعك ولا خاص باي انترفيرنس موجودة في العينة. فازاي تثبت الكلام ده؟ طبعا ده بيعتمد على حاجتين. اول حاجة اللي هي effectiveness of isolation stage، او بنقول اللي هي extraction steps. حضرتك method يعني extraction steps، بتفصل فيها التارجت انالايت بتاعتك من اي انترفيرنس موجودة في العينة عشان تحصل بس على الانالايت بتاعك. والحاجة التانية اللي هي عنوان محاضرتنا النهاردة اللي هي selectivity or specificity of measurement stage. يعني ايه selectivity or specificity of measurement stage؟ معناها the ability of the method to select accurately and specifically target analytes in the presence of other interfering analytes. يعني الماتريكس بتاعتك بيكون فيها التارجت analytes وبيكون فيها interfering analytes. لو الميثود بتاعتك انت تقدر تستخلص بيها التارجت انالايتس بتاعتك بس وتتخلص من اي انترفيرنج انالايتس، فالميثود دي بتكون هايلي سيلكتيف. يبقى احنا لازم يكون عندنا ميثود هايلي سيلكتيف تو تارجت انالايتس ان ذا بريزنس اوف اذر انترفيرنج انالايتس. طيب امتى بدرس سيلكتيفيتي، او لاي نوع طريقه انا بدرس سيلكتيفيتي؟ زي ما اتفقنا المرات اللي فاتت ان الطرق بتنقسم الى لاب ديفلوبد اور ان هاوس ميثود وريفرنس ميثود. فبالتالي selectivity should be studied for lab developed or in-house method, modified standard method, standard method used outside their intended scope. والتلاتة دول طبعا شرحناهم بالتفصيل في المرتين اللي فاتوا فمش محتاجين نتكلم عنهم تاني. ولكن بنقول ان اي طريقة حضرتك هتعملها في المعمل عندك، تعمل لها development داخل المعمل عندك، او standard method هتعمل لها modification او ايا كان، دي في الحالة دي طالما هتعمل الديفلوبمنت في المعمل فبالتالي انت لازم تعمل فاليديشن، وفي الفاليديشن ده بتعمل لازم تدرس سيلكتيفيتي وتثبت انها هايلي سيلكتيف للتارجت انالايتس بتاعتك ان ذا بريزنس اوف اذر انترفيرنج انالايتس. لكن بالنسبه للريفرنس ميثود، ريفرنس ميثود اوريدي ديفلوبد اند فاليديتد، مش محتاج حضرتك تدرس سيلكتيفيتي تاني لان هم اوريدي عملوا التجارب دي واثبتوا ان الميثود دي هايلي سيلكتيف للتارجت انالايت دي. يبقى لما تيجي حضرتك تطبقها عندك في المعمل لازم هتجيب لك الانالايت بتاعك دي. فبالتالي انت في الريفرنس ميثود او في الفيريفيكيشن يعني مش محتاج ان انت تدرس السيلكتيفيتي، لكن بالنسبه لللاب ديفلوبد او ان هاوس ميثود دي بتدرس طبعا فيها السيلكتيفيتي. هاو كان وي ستادي سيلكتيفيتي؟ طبعا السيلكتيفيتي دي بندرسها على الماتريكس نفسها، لان في النهايه حضرتك عايز تقول ان الميثود هايلي سيلكتيف تو ذيس تارجت انالايتس فروم ذا ماتريكس ان ذا بريزنس اوف اذر انترفيرنج انالايتس ان ذا ماتريكس. فبالتالي بنعمل ريبليكيت اناليسز 6 تو 10 تايمز، وزي ما مذكور في اليوراكيم جايد لاين ان 10 تايمز ماتش بيتر تو جيت انف اماونت اوف فاريشن بين ا سيت اوف داتا ريزلتس. فبالتالي 10 تايمز دايما بتكون افضل في الريبيتابيليتي. فاحنا عندنا اول حاجه بنجيب كلير سامبل ماتريكس خاليه من التارجت انالايتس بتاعتك، وبتحقنها بنون كونسنتريشن بتركيز معلوم من التارجت انالايتس بتاعتك. وبعد كده بتجيب برضو بتعمل ريبليكيت اناليسز من سيرتيفايد ريفرنس ماتيريال، والسي ار ام دي بتكون طبعا هنا ريل سامبل ترو سامبل، بتبقى بتحتوي على وفيري ستيبل كمان، وبتحتوي على التارجت انالايتس بتاعتك وانت متاكد 100% زي ما هو مذكور في الشهاده اللي جايه لك من السي ار ام بروفايدر، بيقول لك والله ان فيها التارجت انالايتس دي بالتركيز ده. فحضرتك لو حللتها كده كده لازم، لو الميثود بتاعتك هايلي سيلكتيف للتارجت انالايت لازم يظهر الانالايت بتاعك في المكان المظبوط. فبالتالي احنا عندنا سيرتيفايد ريفرنس ماتيريال كونتيننج يور تارجت انالايتس، برضو بتعمل منها ريبليكيت، وبعد كده بتعمل كومباريزن بتوين بوث اوف ذم، بتوين الريفرنس ماتيريال والسبايك سامبل. طبعا لو في السي ار ام
از اكزامبل مثلا لو كروماتوجرافيك بيك، لو بنشتغل على بيك مثلا، السي ار ام طلع فيها البيك مثلا عند الدقيقه السابعه، الدقيقه السابعه ريتنشن تايم كان عند الدقيقه السابعه، والسبايك سامبل طلع كده، طلع برضو نفس الكلام البيك عند الدقيقه السابعه، فبالتالي this is your target analyte. يبقى انت اثبتت كده فعلا ان الميثود بتاعتك سواء في الماتريكس او في السي ار ام هايلي سيلكتيف للتارجت انالايت بتاعك. بعد كده ذكر طريقه تانية برضو، يوز كونفيرماتوري تكنيك، يعني لو حضرتك عندك انذر validated method to analyze the same target analytes in the same matrix، يبقى انت حضرتك بتعمل برضو نفس الكلام replicate analysis of sample spiked with known concentration of target analytes، وبتحللهم باستخدام الطريقة اللي هي validated. ولو طلع نفس الكلام برضو ال retention time as example، يعني retention time في نفس المكان، فبالتالي this your target analytes. طبعا انت مش محتاج تعمل ده، انت بمجرد ما حللت CRM وحللت blank sample spiked with known concentration وطلع الانالايت بتاعك في نفس المكان، او طلع اتاكدت ان ده ان هي فعلا ده الانالايت بتاعك، يبقى بالتالي انت متاكد كده ان الميثود هايلي سيلكتيف، كان ديتكت ذس انالايت ان ذا بريزنس اوف اذر انترفيرنج انالايتس. الحاجه الثانيه طبعا اللي هي سبيسيفيتي، في بعض الجايد لاينز بتقول ان السيلكتيفيتي هي السبيسيفيتي، وفي اذر جايد لاينز بتقول لا السبيسيفيتي بتدرس بطريقه ثانيه، وهي بان حضرتك بتحقن الماتريكس بتاعتك بالتارجت انالايتس، وكمان other analytes that you think it may be present in the sample. يبقى انت شاكك ان الانالايتس التانية دي ممكن تكون موجودة في الماتريكس اللي بتحللها عادة في الروتين وورك، فبالتالي انت شاكك في وجودها او متأكد من وجودها، وشاكك ان هي it may affect on the target analytes result، فبالتالي بتحقنها معهم في الماتريكس، ولو الميثود بتاعتك should be highly specific to your target analytes even in the presence of other analytes that you already added to the matrix. فبالتالي انت بتتأكد انها highly specific للتارجت analytes بتاعتك حتى مع وجود الانالايتس اللي هي انت شاكك انها ممكن تأثر على نتيجة الانالايتس بتاعتك. فهي دي specificity، ودي كمان بيطبقوها قوي في الميكروبيولوجي، يعني لو بيحلل مية او بيحلل فود او ايا كان، بيبقى عارف انواع البكتيريا اللي ممكن تكون موجودة في المية مثلا، فبيعمل بيحقن التارجت انالايز بتاعته اللي هي البكتيريا اللي عايز يحللها اصلا بالميثود دي، وبيحقن البكتيريا التانيه اللي ممكن تكون موجوده وتاثر على نتيجه او تخليه شاكك في نتيجه التحليل بتاعه. فالمفروض ان الميثود بتاعته تكون هايلي سبيسيفيك وتطلع البكتيريا، نوع البكتيريا اللي هو فعلا بيحلله هو التارجت انالايز بتاعته. ودي كانت نهايه محاضرتنا النهارده عن السلكتيفيتي اور سبيسيفيتي، وهي كانت محاضره خفيفه وسريعه لان هي ما فيهاش شغل كتير قوي، هو بمجرد ان حضرتك بس بتثبت ان الميثود بتاعتك دي هايلي سلكتيف للتارجت انالايز دي، وافضل حاجه فيها طبعا انك تستخدم سي ار ام بتحتوي على التارجت انالايز بتاعتك دي، لان دي ترو سامبل فيري ستيبل سامبل، وانت متاكد 100% ان فيها التارجت انالايز دي زي ما مكتوب لك في الشهاده، وكمان التركيز بيبقى موجود. فدي اكتر حاجه بتثبت لك ان الميثود بتاعتك هايلي سيلكتيف. يا ريت، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واللي جاي ان شاء الله هنتكلم على الليميت اوف ديتكشن والليميت اوف كوانتيشن، ان شاء الله تكون محاضره شيقه وكامله ان شاء الله. أتمنى تشاركوا المحاضرة مع زمايلكم يعني، ونشوفكم على خير إن شاء الله المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.